واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تمونية بمضبوطات 131 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 43 طنا. عن مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 88 طنة. وعن مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 710 قضايا، من بينها 65 قضية خبز ناقص الوزن و86 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وعن مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة التوريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 9 أطنان أقماح محلية.